صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان الخليفه رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم 37 لسنه 2017 بتعديل بعض احكام القرار رقم 5 بانشاء وتشكيل اللجنه الوطنيه بشان حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيميائيه وتدمير تلك الاسلحه وجاء فيه يعاد تشكيل اللجنه الوطنيه بشان حظر استحداث وانتاج وتخزين واستعمال الاسلحه الكيميائيه وتدمير تلك الأسلحة برئاسة وكيل وزارة الخارجية وعضوية كل من واحد ممثل من وزارة الخارجية اثنان ممثل عن قوة دفاع البحرين ثلاثة ممثل عن وزارة الصحة أربعة ممثل عن الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية خمسة ممثل عن شؤون الجمارك بوزارة الداخلية ستة ممثل عن وزارة شؤون الكهرباء والماء سبعة ممثل عن الهيئة الوطنية للنفط والغاز، ثمانية ممثل عن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، تسعة ممثل عن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، عشرة ممثل عن المجلس الأعلى للبيئة، أحد عشر ممثل عن جامعة البحرين، كما تضاف إلى مهام واختصاصات اللجنة المهام والاختصاصات الآتية: واحد، متابعة تنفيذ كافة الاتفاقيات والمعاهدات والبروتوكولات وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بعدم انتشار أسلحة الدمار ووسائل إيصالها، بما في ذلك الاتفاقات المعقودة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسائل ذات الصلة. اثنان، تعمل اللجنة كنقطة اتصال مع المنظمات والوكالات الدولية المعنية بحظر أسلحة الدمار الشامل. ثلاثة المشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية ذات الصلة أربعة تقديم التقارير والإعلانات الدولية ذات الصلة خمسة اقتراح التشريعات اللازمة في هذا الشأن